الحقيقة النهاردة في فقرة بالعقل هطرح سؤال إجابته هتكون عند رابطة الأندية وإدارة المسابقات، وسؤال بسيط وبسأله علشان حد يعني، والحاج عامر الحقيقة رجل محترم جدا وبنحب بحب أسمع رأيه دايما. دلوقتي إيه هي فلسفة العقوبات؟ لماذا يتم أو لماذا تتم العقوبات؟ فالعقوبة مثلا هي قرار لردع المخطئ بهدف عدم تكرار هذا الخطأ. واحد عمل غلط فبروح أقول له أنت تعاقبت بعشرين مثلا بعشرين ألف جنيه عشان ما يعملش الخطأ ده تاني، صح ولا ده احنا ده كلام احنا متفقين عليه، ده الطبيعي يعني اللي أنا بقوله ده الطبيعي. هذه هي فلسفة العقوبة. طيب لما تبقى العقوبة كده، لما تبقى العقوبة معمولة علشان حد يبقى يخطئ أو ما يرجعش للخطأ تاني، فمن البديهي جدا إذا لم تحقق العقوبة الردع للمخطئ وقام بتكرار هذا الخطأ بعد انتهاء يعني واحد غلط، واحد ضرب واحد فأنا عملت عليه عقوبة فرجع بعد كده ضربه تاني، لازم العقوبة دي تكون مغلظة اللي هي التانية. فمن المفترض الكلام اللي أنا بقوله ده يبقى مفهوم وكلام عقلاني بعيدا عن أي شيء خالص. طيب دلوقتي لما المخطئ يكون لسه معاقب وما خلصش مدة عقوبته ويعمل خطأ تاني، أقوم مديله عقوبة أقل؟ هنا الكلام ما يبقاش مفهوم ومش منطقي ومحتاج تفسير. عنصر في جهاز فني تمت معاقبته بالإيقاف 4 ماتشات لأنه حاول الاعتداء على حكم، المباراة اللي بعدها على طول وهو لسه موقوف يرتكب خطأ تاني فتكون العقوبة إيقاف ماتشين. أنا لو حد فاهم الموضوع يفهمني يقول لي والله يا إسلام أنت فاهم غلط، والله الكلام اللي انت بتقوله ده كلام يعني مش بالعقل، العقوبة بتقل عشان التكرار ولا ايه؟ انا مش فاهم. اهو الكلام ده مثلا اتمنى ان يحدث في هذا الكلام تحديدا تفسير من لجنة المسابقات ومن رابطة الاندية، والتفسير يكون بالعقل عشان الناس تقتنع بالكلام وتفهم ليه العقوبة بتقل مع تكرارها تاني. اشرحها بسرعه جدا، واحد ضرب واحد فتعاقب وهو لسه معاقب ب4 ماتشات رجع ضرب واحد تاني، فهل يتم عقابه بماتشين ولا بـ8؟ انا الحقيقه بالنسبه لي الموضوع غريب جدا، لو حد فاهمه يقول لي يا عم اسلام انت، او يفهمني، هو ده اللي انا عايز افهمه. وبالمناسبه ده لو حصل مع النادي الاهلي كنت هسال نفس السؤال عشان محدش يقول لي انت بتقول كده عشان خاطر نادي مش عارف ايه ونادي، لا خالص، انا بسأل سؤال منطقي وعقلاني واتمنى ان هو يكون في اجابة وهنتظر.